اخويا انت كتشوف انا غادي الشماعيه اليوسفيه وهما صحاب اليوسفيه الشماعيه مشينا شحال من كادرنا كيبدلوا لنا الكار ديال الشماعيه راه فينا هو صيفطوه لبلاصه اخرى وهذا هو كان غادي بنا الشماعيه هما تناقشوا قال لك لا راه هذاك كيسب الشماعيه قال لك علاش الشماعيه ما عرفتش كيقول لنا على ولاد الشماعيه ولا شنو هو راه كيسب علاش اش من الفرق ما بين الشماعيه وطاطا اش من الفرق ما بين الشماعيه ومراكش اش من ما بين الفرق ما بين الدار البيضاء والشماعيه راه حنا كاع ولاد الشعب كاع كنقول عيش الملك وكاع كنبغوا الوطن ديالنا يطلع لفوق وديما خصنا نشجعوا بعضياتنا والحقرق من راسي ومن راسك خصني نحسب راسي انا في بلاصتك وانت تحسب راسك في بلاصتك ودابا خويا الناس اللي الشماعيه اليوسفيه ما كاينش كيران دابا حنا خاصنا امر خاصنا السلطات الرسميه اللي دير لنا حل دابا كاع صحاب الشماعيه اليوسفيه ما كاينش دابا من الكار جينا وقفنا قال لنا الشماعيه اليوسفيه اسمع الناس فاس 300 درهم راه تيهز في الناس قال لك ما بقاش الشماعيه اليوسفيه حنا دابا خاصنا السلطات الرسميه يدير لنا امر الا كانوا كيحاربوا هذا الفيروس هذا راه الناس هنا كاين اللي غيتعادى دابا غينقلوا لوليداتو غينقلوا لوالديه ما تيشوفوش هما فيها الشيء حنا دابا غنسلوا السلطات الرسميه هي دير الحل اخويا فين غادي العطاوي راهو العطاوي كنشوفوا لهنا تدافعات كاين شجار كاين خناق على قبل اقتناء التذاكر ديال الحافلات باش ان المواطنين ولا المسافرين يمشيو فحالهم عنده 25 في القانون هو قال لك تهزو 50 واحد عطيناه 200 درهم او بطنا اسميتو بطنا من الكار اللهم انا هذا منكر 200 درهم ها هي خلصنا 200 درهم اللي خلصنا او بطونا من الكار غادي لمراكش غادي لمراكش ملي اسميتو ملي خلصنا اسميتو خلصنا ليه اسميتو 200 درهم قال لك اوديه هبطو ما كتبانش 200 درهم بزاف على الطريق لا ماشي مشكل ماشي مشكل حنا بيناهم شي واحد اسميتو غير فحالنا you